والان يقول النظام السابق، النظام السابق انا اللي تصديت له. انا في 2017-18 ضد جمال ولد عباس وضد هيئه التسيير وضد حتى السيد جميعي لما خرج على القانون الاساسي في المكتب السياسي. موقفي واضحه راهي موجوده عندكم، مش فقط وحدي، الاخوه كانوا معايا. اذا لما كنا احنا نناضلوا هما كانوا مع النظام السابق.